أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو وله الحمد في وله الحكم وإليه ترجعون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله
لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذ قال لهم قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولا تبذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إن ما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وعف
أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم.